بديت واحد السلسله تحت عنوان العنوسة عوائق وحلول. واحد شي ثلاثه على اساس فاتو السيشن في هذا الصيف ان شاء الله عندنا واحد ثلاثه تاع الدروس. اليوم ان شاء الله الدرس الرابع في سلسله العنوسة. ما تعرفش شنو العنوسة؟ ما تعرفش؟ لا ما تعرفش العنوسة؟ اذا بلغت الفتاه واحد وقيدة كانت الفتاه اذا بلغت 25 سنه حيث اعتادت المجتمعات العربية القروية أن تزوج الفتيات في سن صغيرة، فاعتبرت 25 سنة عمر طويل يجعل الفتاة قد فاتها قطار الزواج. لكن مع تعقيد الحياة الحديثة ودخول الناس إلى المدينة أصبحت 25 سنة صغيرة، وصلوها 30 والآن 35. كاين في مصر 13 فتاة عندها 35 عام، من 30 ل 35 فوق ما تزوجوش فاتهم القطار. في المغرب 3 ملايين، في الجزائر 7 ملايين. خطر، لابد ان ندق ناقوس الخطر، لان عدم الزواج معناه ان شباب المسلمين اذا حيل بينهم وبين تصريف شهوتهم في الحلال يمكن عياذا بالله ان ينظروا الى الحرام، ومن نتائج ذلك عياذا بالله ان يصبح اللحم الحلال مرتفع الثمن، لحم دجاج ولا 25 درهم، لكن يرخص اللحم الحرام فتعرض لحوم النساء على قارعة الطريق. بل في أمة محمد من يعلن أن من حقي كحرية فرضية أن أمارس الجنس خارج الزواج. الله أكبر. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم على حبيب رسول الله يقول لا رهبانية في الإسلام. أتدرون ماذا قال لا رهبانية في الإسلام؟ جاءه عثمان بن مضعون رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أريد أن أختصي. تعرف ما يختصي؟ أن أقوم بعملية جراحية أتخلص من خلالها من جهاز الذي يمكنني من لقائي بامرأة بواسطة عقد. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له الرسول لا، الله يجزيك بخير. لا الله يحفظك، الله يجزيك بخير. وقال بالنفر الثلاثة قال من رغب عن سنتي فليس مني. على كل حال هذا الشيء غير باش تعرفوا له. نمشيو إن شاء الله تعالى نتبعوا الدرس الرابع حول المعوقات. تحدثت في اللقاءات الماضية عن المعوقات النفسية التي تحول نفسيا دون إقدام الشباب على الزواج. وجبت واحد المجموعة نتاع معوقات نفسية منها الدلال والغرور والتخنث، مجموعة مثلا هذا تكلمت عليه. اليوم نمشي للمعوقات الاجتماعية. نبدي معكم اليوم سلسلة المعوقات الاجتماعية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هناك معوقات اجتماعية إذا وزنتها بميزان الشرع لا اعتبار لها شرعا، إنما هي ثقافة مجتمع يبتعد دائما عن الإسلام. إذا رأيتم الناس يحولون العبادات إلى عادات ويحولون العادات إلى عبادات من خلال ثقافة تراكمية، فإن الخطر يدهم كيان المجتمع. تختلط المفاهيم فالمجتمع يصبح له ثقافة خاصة حتى ولو كانت ضد شرعية. فإذا بالعرف عندهم يغلب شرع ربنا. ولذلك هنتكلم على مجموعة ديال الأعراف. المعوق الاجتماعي الأول تقاليد اجتماعية بالية لا أصل لها في الزواج، تعقد الزواج. منها 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 أن الشريف لا يزوج ابنته إلا للشريفة. الشريف قال لك أنا ما نعطيش بنتي للعريف. يا لطيف، عشت في منطقة في الريف يقسمون الناس إلى قسمين، شرفاء وغير شرفاء. ينتج عن ذلك أن الشريف لا يمكن أن يتخيل أن يتنازل أبدا
على مسألة تزويج ابنته خارج عائلة الشرفاء كما يعتقد. سلام، ما يمكنش، ما يمكنش أبدا. ولا يمكن للشريف أيضا أن يخترق تقاليد المجتمع ويتزوج من امرأة من خارج عائلته الشريفة. يقولوا له أنت ماشي ديال هذو، أنت شريف، أنت شريفة، بغيت تفضحنا حنا العائلة نتاع الشرفة، حنا أولاد سيدي فلان، وتدي بذوك الآخرين. ما يمكن شايط غادي والعياذ بالله تردنا وضحوك عند هؤلاء. فكان هذا بلوكاج ومعوق لا أصل له، يعقد مسطرة الزواج. وعشنا هذا كثيرا، وهنالك من يرفض كأبيض أن يزوج لمسلم أسود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تبعث أول حاجة واسمه اللي دارها، حارب الأعراف فزوج الحرة القرشية الجميلة حسب نسبا خلقا، زينب بنت جحش رضي الله عنها، لأحد موالي النبي زيد بن حارثة أسود. كان يبدأ بنفسه للقضاء على تقاليد بالية، لأن الناس بين يدي الله سواسية، ولا ينظر الله إلى الألوان وإلى الأنساب، ولكن ينظر إلى القلوب. وإن أكرم الناس عند الله تقوى، أكرمهم عند الله أتقى. كي الله بيضلك. وأنتم تعرفون أن زينب لم تقبل هذا الزواج، والقرآن أنزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لأن المقصد من هذا الزواج كان يريد المولى أن يحرم قضية التبني، لأن زيد كان ينادى عليه زيد بن محمد. فكان المولى يقصد من وراء تزويج هذه القرشية الحرة الجميلة لهذا أن يدخل عليها زيد، ثم يطلقها زيد بأمر الله، ثم يزوجها بعد انتهاء عدتها لسيدنا رسول الله، حتى يبطل التبني عمليا، لأن الوالد لا يمكن أن يتزوج زوجة ابنه أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل ما بقاش، هذا الشريف وماشي شريف، هذا كحل وهذا أبيض، ما بقاش. كان يبدي النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه عليه الصلاة والسلام. هناك ايضا تقليد، زيدك ماشي شايط غير قضيه اللون ولا الدين، كاين تقليد اخر اسمه الغني بالفقير والفقير بالغنيه. انا غني ينبغي ان لا اخرج عن نطاق الاغنياء، انا غني ندي غنيه والسلام عليك، وانت الفقير ما تتعلقش فين تفلق. ايوا خويا، ولا كانت بغاتو غني يبغى فقير كي نديروا لها، ولا غني يبغى فقير كي نديروا لهم. انا حول بينهما، انا امنعهما من حقهما الشرعي. لماذا تجعلون المال عائقا من معوقات الاقتران الشرعي لبناء بيوت على اساس عقد وميثاق غليظ؟ علاش غني مع فقير، فقير مع غني؟ هو من مزيان ليس كيكون كفر بالزوج ديالو، كيقول ان شاء الله تعالى فقير، كيدي فقيره، راه عارف المسائل، لكن كتوقع بعض الحالات. واش نمنعوها؟ ما يمكنش. ايضا مساله المتعلم بغير المتعلم، مستوى الثقافه، او المتعلم مع غير المتعلمه. مزيان المتعلم يدي المتعلمه، ليه؟ ولكن إذا أحبت امرأة المتعلمة رجلا لا يكافئها في المستوى التعليمي، لماذا نمنعهم عن ذلك؟ والعكس صحيح. بكلمة واحدة، أن بعض التقاليد البالية للمجتمع التي لا أصل لها في ديننا تريد أن تفرض على المجتمع عياذا بالله، وتشكل أغلالا وعصارا على كواهل المسلمين. علاش سيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل؟ شوف ما يعطيها شي اهميه. النبي صلى الله عليه وسلم قال المساله بسيطه، فاظفر بذات الدين. لم يتحدث ابدا عن مالها وعن
قال في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعة، يطلب في المرأة أربع أشياء، جمالها طبعا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها، ومالها، وحسبها، ودينها. لكن في التاريخ اسمه يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. علاش؟ لأنه من تزوج المرأة لمالها لن يموت حتى يفكره الله، لأنك تنال عكس مطلوبه. ومن تزوج امرأة لجمالها فقط لا يراعي فيها جمال الروح والدين الأصل الجوهري، ايش قد يقال؟ دا جميل، سيذله الله تعالى وستتكبر عليه. ومن تزوجها لحسبها لا يزده الله إلا دناء، لأنه يريد أن يرفع خسيسته بأن يصعد سلما المنازل الاجتماعية. لما جاءت واحد من الأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أروح شوف بوش مبغي جروة، إن أبي يريد أن يرفع خسيسته، بيت الله روح اجتماعي بأن يزوجني من ابن أخيه، خوشي حاجة كبيرة كولونيل، وهو مسكين في القاعة تاع المجتمع، مسكين فقير، وبغى البنت نتاعو عن طريق الزواج يستعملها باش يطلع هو اجتماعي، تخربيق. فأراد أن يفرض عليه أن تتزوج بابن أخيه صاحب هذه المكانة الاجتماعية، فشكت ذلك إلى رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ليس للآباء شيء فيها سقف واحد برجل لا تحبينه، لا يكره أحد على أن يعيش تحت سقف واحد، هذا سجن، هذه عبودية جديدة باسم الإسلام، جاء الإسلام لمحاربتها. فلما أعطاها الحق وعلمت أنها في حل من هذه العرقلة الاجتماعية التي لا تصلح، ذلك الوقت قلت له يا رسول الله الآن أنا أجزت ما أجز أبي، إنما أردت أن أعلم بنات جنسي أن الآباء لا سلطان لهم على بناتهم عند تزويجهن ممن يكرهن أبدا. هذه بكل اختصار بعض هذه المعوقات الناتج عن الثقافة والتقاليد. ثانيا معوقات صنع الشيء، تعرفوا الحاجة كي اسمها العظم ولا ما تعرفوش؟ العظم تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ واسمه العظم. ولا تعظوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله شنع على من يعظر بناته. ما معنى العظل الوجه؟ ما أن يمنع ابنته ويقهرها على عدم التزوج بمن ترك. يا لطيف، هذا شطط في استعمال سلطة الأب، احنا كنسموها التعبير الجديد اليوم شطط في استعمال السلطة. فولاية الوالد على الفتاة ولاية مسؤولية لا جبر ولا قهر. نعم احنا شايفنا عم سيدي مجتمع ديال السادة والعبيد، احنا مجتمع تاع مسلمين يعبدون ربا واحدا، فكيف تريد ان تقهر ابنتك لانها ابنتك؟ اديها لك المرفة ما عندك، والله ما راكي مزوج على لك، بغيت تدي هذاك اللي راكي متشاطي معاه. انا نزوجك لا 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 شيباني وعنده فلوس اخ لا دار لا لا، وهذا اللي عنده فلوس جابهم بالكيف وجابهم بالدخان وجابهم بالقرقوبي. من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها، وعلى الفتاة أن ترفض، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. كتجي عندي البنت تقول لي با بغى يزوجني لواحد السيد يبيع المخدرات وقال لي قلعي الحجاب في النهار الأول، أعوذ بالله. الوالد باغي غير الفليسات، منين جاو الفليسات ماشي شغله، أعطيني الفلوس ودي كل شيء، أعوذ بالله. تحبون المال حبا جما،
السيد ياكل الرشاوي وكذا كاع عباد الله وانت عارفه ودار باطيمات وكذا وجا عندك تطلب لك بنتك أيغرن كذلك؟ فإن فتيات المسلمين كان الآباء حينما كانوا ولاة لأمرهن كانوا ينظرون إلى تدين هذا الرجل، فإذا تدخلوا بنصيحة إنما تنسحب النصيحة على جانبه الديني، على جانبه في علاقته مع ربه. فلو رأوا رجلا غنيا جاء يخطب البنت وهو لا يعرف مسجدا ولا يعرف ربا، ظلوم غشوم مستبد جبار، لا يمكن أبدا أن أرمي بابنتي في جهنم في الدنيا. مكش غير مرفه نعطيه له الله ما راك يديلك، انا نزوجك الحال والله جازهم بخير. المسلسلات تاع مصر شبعونا في الثمانينات والتسعينات شبعونا، وشبع ان الباين يجي عند بنته يقول لها تجوزيه لو ما كانت تجوزيه ما عرفت كيف يسمى هذاك المسلسل. وفي ثاني واسمو يوري لك اسمو يوري باش يديروا التمرد في العياز. انها فرت مع عشيقها خارج اطار الزواج، يعني الحل واسمه المر في المر، عالجوا المرض بمرض اشر فاشاعوا الشرور في الامه وامروا الفتاه ان تتمرد ماشي على ابوها حتى على الشرع، لان هنا ما تمردتش على ابوها واسمه تمرد حتى على الشرع. شاد معاه وداروا كذا. علاش دير الناس هكذا؟ بنتك سيدي ان شاء الله تعالى جاب لك ربي سبحان الله شي واحد وبغاتو كمل لها ودير واحد كاع ماشي تحتها حاجه صح. اي في ساعه وصلها للدار اي ما تطولوش تخليو هذيك المساله تبان بزاف حتى دير الريحه ودرامه ولا مع الدرامه ما خطيبتي زميلتي وهذه بزاف. شحال من واحد وقعوا في هذا الشيء حتى جاو وصبحوا في القضيه الله يحفظهم. ولذلك العطل هو من التقاليد الاجتماعية البالية لمجتمع بدائي، فالإسلام حرم استعمال السلطة في غير محلها. فالسلطة هي سلطة تقديرية، والمسؤولية هي مسؤولية نتاع توجيه وإرشاد، ليست مسؤولية جبر وقهر لولدت لا. نعاونوهم نصحوهم نقشوهم نجلسو معاهم. أبنتي ذاك اللي بغيتيه يبان ليكي والو الله يهديك يا بنتي، هذاك اللي راه خطبك يا بنتي انا بعد والله لو كان يكون يتباع في السوق ما نشري. واش هو مسكين داير لك التحسينات تاع الغرفيه وخارج من هذيك الاخر وداير لها السلسله، واش يا بنتي هذا اللي داير السلاسل؟ واش ولد ولا امراه؟ عندي راجل اخر هذا غير ذاك. فرنسا واحد البرنامج تي اف 5 واحد البرنامج في تي اف 5 الحاس والاسدي بقاو يتكلموا على المراه ما هي المواصفات اللي تبغيها في الراجل. وجابوا واحد عنده السلاسل والشعر طويل بحاله بحال المرأة، وجابوا واحد الشيباني يديه مفزرين وخدام في الفور. حاسوا الناس اللي قالوا لها ذيك اللي حضر قال لها زعما انت هي ها هو ما عندك زوج تاع النماذج، واش تبغي هذا شاب انيق مخير ولا هذا حرش وكذا؟ قالت له راه حرش. قالت له هذا غير بحال التلفزيون ماشي مسلمان هذا غير بحال أمريكا هذا اللي غادي تدي هذا بوبيا هذا ولد مينتو هذا لا لا مش نعطيو الانسان الرجال ولا نعطيو لا 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 كيوي وكيري وميكي. الشباب يخصهم يترجلوا شويه صح. هذا يسموه العظم. وانما ذكر القران قضيه العظم في مساله خاصه في الزواج، واسمه هي هي أن المرأة تكون تحت الرجل زوجة يا فيشاء ربك، ولأنهم لم يتفاهما في وقت من الأوقات يطلقها، ثم تظل مطلقة طلاقا رجعيا حتى تنتهي عدتها فتبين منه صح. وكتب منه واش غادي يخطبها الاخرين، غادي يخطبها راجلها إلا بغى ويجي يخطبها واحد اخر. المشكلة كي جاي يخطبها واحد اخر جا حتى راجلها يخطبها. يعني بانت له قال يا لطيف انا كانت عندي امراه وضيعتها انا طلقتها جا الوقت اللي يجري مشى يجري عند باه. فالمراه هنا واش مختاره؟ اختارت ان تعود لزوجها، هذه صحابيه اختارت ان تعود لزوجها. باه قال لها لا ما صلح لك، لو كان كان باك لو كان قبضك
ولو كان طلقك لو كان ردك الوقيتة اللي كنت في العادة يعني عنده الحق يردك كل ما تكمل العدة تاعك. فتدخل تدخلا قويا يريد أن يمنع عودة المرأة إلى زوجته وأنها ستذهب إلى رجل آخر. فأنزل الله حكمه من فوق سبع سماوات يقول: لا سلطان لك أيها الأب، اترك المرأة تعود لزوجها الأول ما دام الشرع فيه فسحة وأنها لم تطلق ثلاثا. فما دامت طلقت طلقة أو اثنان له أن يراجعها إلا إذا طلقت ثلاثا فالطلاق مرتان. وهذا العضل بدأ من هنا، لكن ولا يعمم على حتى اللي ماشي بزوجها يقول له: انا ما راك تدي هذا، انا زوجك الاخوه. واحد البنت مسكينه خطبها واحد الصديق ما بغوش يعطوا هذا، عيا يولي عندهم من الصفر للصيف يصيبها مازال ما تزوج وهي ما بغاش تزوج، يمشي عندهم. الوالد الله يخليكم وهو جاء ثاني لا ما يديك. الوالد الله يجي انا اللي غادي نتزوج. بس سكتي ما عندكش الاخلاق انت ما مربيها. جا المره الاولى الثانيه الثالثه ركبت في التيران كنت غادي تسالي ذا ورمات روحها من هنا فقتلها ابوها كان سببا في قتلها. هذا قتل غير مباشر. لا مش اسيدي شرعنا عيشوا بالغباء السيد ما في بيت عيب لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالثة نكمل لكم الثالثة ومن بعد كاين معوقات أخرى اجتماعية. المعوق الثالث معوق ثالث ما اسمه هو؟ كانت مجرمة الحمد لله ما كانت. أن يستبقي البنت محجوزة لابن عمها ريزيرف مجيرة من اللي ينوض يقول لها انت بنتي تدي ولد عمك ولا ولد خالك ومن اللي تدور مسكينة هي مجيرة لولد عمك وفي التالي يكبروا ما يبغيوش بعضهم بعض ما يبغيوش بعضهم يقول لي انا عندي انت بحال خويا ويقول عندي انت بحال اختي وما يبغوش يتزوجوا والعائلة تخاصم وشي ما يبقى يشوف شي. يا وليدي انتم واش تبغي تزوجوا بنادم مازال عاد زايد كيتزيد يدير لها النيميرو انت النيميرو ربعة ويديروا النيميرو ربعة ليه عند الولد الاخر كات كات سانك سانك سيز سيز. ثانيا هذا النوع تاع الزواج من الناحية الصحية تقول الدراسات ان الانسان اذا تزوج قريبته فجميع الامراض في هذه الشجرة تكون نسبة انتقالها بل نموها يكون أكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتربوا ولا تضروا. اغتربوا أي تزوج أبعد منك في الرحم لأنك يكون ذيك النسبة قليلة نتاع ظهور هذه الكروموزومات ولا هذه المسائل تاع الوراثية اللي هذه مسألة علمية بلا القضية الشرعية. هذه كانت بزاف يمكن كيقولوا راه هذه انا قال فينا ولد عمها هذه قال فينا ولد خالها خاصة في البوادي وانا هالشيء اللي حضرت الحمد لله هالشيء ما بقاش بزاف ولكن على كل حال كاين في بعض البوادي وكاين في بعض العائلات عندهم هذا مازال اللي عندهم واخا الناس قرات ومشات الميريكان وجابت الدبلومات مازال رابعة العام قادم فاتحة الدحمان وهكذا من الاول. هذا ماشي زواج هذا واش هو؟ هذا ريزيرفاس هذا ريزيرفاس. سنتحدث في الزواج القادم ربما تكون انت ولا هو لنستمر ونسترسل في الحديث عن المعوقات الاجتماعيه الاخرى. وقد ذكرنا اليوم اربع معوقات اجتماعيه: تقاليد وعظم وريزيرفاسيون وكاين مسائل اخرى لا بد أن نسردها فقط لما تبارك عارف فقط لما اللي يعرفها الناس ما يعرف بعدها. أول حاجة هي تعرف باش ملي تشوف شي حاجة بحال هالشكل ما تبقاش ساكت تقول له ودي باش نشرع هادشي راك دير هادشي راه ما يسال. فتتدخل تدخلا فيه الخير فلربما يكون له الأثر الإيجابي إن شاء الله تبارك الله.